بغية فتح الآفاق أمام الأطفال المبدعين من أصحاب الأفكار الراغبين في تجسيدها بإنشاء مؤسسات، تم تنظيم فضاء للنقاش أطره أساتذة مختصون وأصحاب ابتكارات وكذا أصحاب مؤسسات ناشئة. حضرت بإذن الله مشاركة في تظاهرة ويكي دي بايت كيدز لأشارك بمشروعي وهو شركة RSS توصيل، وهو عبارة عن تطبيق نستطيع التعامل مع الأشخاص الآخرين أو توصيل طلبياتهم. شاركت بمشروع فري توريزم والذي هو عبارة عن مؤسسة ناشئة وفكرة ابتكارية، حيث نقوم بتجسيد الآثار بصورة ترودي في لعبة، ويقوم الأطفال بالتنافس والتفاعل فيما بينهم في هذه اللعبة، ومنها تشجيع للسياحة وأيضا تعلم للطفل. شفنا الكثير من الأفكار من عقول نيرة ما شاء الله، يعني أطفال صغار لكن لديهم فكر مقاولاتي، وين طرحوا علينا مشاكل نعيشوها في مجتمعنا اليومي، وجابوا تطبيقات وجابوا أفكار لمشاريع قادرة تتجسد إن شاء الله في الواقع، لما لا خاصة والظرف الذي تعيشه الظرف المعاش حاليا والإيكوسيستم الجديد اللي عايشينه واقتصاد المعرفة لا يضع حدود للسن. التظاهرة عبارة عن فضاء للنقاش يلصق للمواهب ونقل الخبرات، وقد خصص جانب منها للنشر المعرفي والتشجيع على القراءة. حاولت الوصول أو التقديم لأن تكون القراءة أو الكتاب أقرب للطفل من خلال هذه التظاهرة، على أن يكون يعني صديق للقارئ، أن يكون نمط حياة في هذه التظاهرة، لأن التظاهرة قائمة على المقاولاتية بصفة عامة، وأدخلنا النشر المعرفي في ظل التطور التكنولوجي. إذا كانت مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، فإن هذه المبادرة قد تكون الخطوة الأولى في مسيرة أحد هؤلاء الأطفال المبدعين لتجسيد أفكاره في مؤسسة ناشئة.